السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. لو اول مرة تزوروا قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن تابلت جبته 10 انش، اللي هو 10 بوصة. طبعا احنا عارفين ان التابلت عشان تجيبيه 10 بوصة بيبقى غالي قوي، بيبقى اسعاره مرتفعة جدا جدا، لو كمان عايزة ان انت تجيبيه من شركة كويسة. فانا جبت التابلت ده، يعتبر ارخص تابلت 10 بوصة من شركة معروفة، هواوي او هواوي ميديا باد تي 310. ده تابلت 10 بوصة. التابلت ده بالنسبة لسعره امكانيات، يعني امكانيات تعتبر كويسة بالنسبة للسعر، وخصوصا ان هواوي طبعا شركة معروفة زي ما احنا قلنا. بيوصلك التابلت ده مع الشاحن بتاعه ومع الضمان، يعني مع الشاحن والضمان، دي العلبة بتاعته اهي. يبقى فيه الشاحن وفيه الضمان زي ما قلنا، اهو الضمان بتاعه بس كده، ما بيبقاش معاه اي حاجة تانية، بس دي اللي هي تعليمات التشغيل. معهوش سماعة، يعني يمكن ده العيب الوحيد اللي فيه، بس هو ده اسمه زي ما قلنا. ده بالنسبة للشكل بتاعه، التاتش بتاعه حلو خالص او سريع، ده الشكل بتاعه. بس زي ما قلت لك التاتش بتاعه كويس خالص اهو، في الناحية التانية اهو بس، وحجمه اهو، وده اللون بتاعه. انا جايباه اللي هو اللون الفضي ده، في متوفر منه اكتر من لون، مش شرط اللون ده بس. طيب بالنسبة للامكانيات بتاعة التابلت ده، هو يعني هو مش 10 بوصة بالظبط، هو 9.6 عشان برضو تبقوا عارفين. طب في ناس بتشتكي من ان الاكسسوارات بتاعة المنتج ما بتبقاش متوفرة، لا اهو الجراب بتاعه، ده الجراب بتاع التابلت وعلى قده بالظبط، اللي هو بتاعه، مش اي جراب ووفقنا عليه، لا ده بتاعه، جايبينه من دريم. طيب دلوقتي التابلت ده سعره ب 3200، طبعا تابلت شركة معروفة ويبقى سعره مثلا 3200، 3200 مش حاجة بالنسبة لتابلت 10 بوصة في الغلاء طبعا اللي احنا فيه. فده سعره هنا متوفر عندنا في مصر بسعر 3200. طيب امكانياته، هو راماته 2 جيجا الجيل الرابع، بيشيل خط تليفون واحد، وزي ما قلت لك هو 9.6 انش او بوصة، يعني ده بالنسبة لحجم الشاشة. البطارية بتاعته عالية الجودة جدا وعالية الكفاءة، هي 4800 ميلي امبير، يعني يشتغل معاكي فترة طويلة من غير ما يفصل شحن ويزهقك. طيب عندنا الكاميرا الخلفية 5 ميجا بكسل، والامامية، واهو هنا بعد ما حطيته في الجراب بتاعه اهو، ويتقفل عليه اهو، يعني اكسسوارات بتاعته وكده متوفرة وما فيهاش اي مشاكل خالص للناس اللي بتقلق من النقطة دي. طيب وهو طبعا وهو 16 جيجا كده، انا قلت لك الامكانيات بتاعته، وتقدري ان انت تستخدمي فيه خط تليفون براحتك لو حابة، وزي ما قلت لك حجمه ما شاء الله جميل جدا، لو انت حابة تجيبيه كمان لطفلك يلعب عليه او يحط عليه العاب تعليمية او كده، او انت تستخدميه بنفسك. وسعره زي ما قلنا يعتبر كويس جدا ب 3200، موجود بالسعر ده في اغلب الاماكن يعني، وفي فروع دريم كلها هتلاقيه بنفس السعر بس كده. فده بالنسبة لكلامي عن هواوي، الجراب بتاعه هواوي اهو، بس ده بالنسبة لكلامي عن التابلت ده، وهو يعتبر كويس وامكانياته كويسة بالنسبة للسعر بتاعه. بس كده وكده نكون خلصنا كلامنا، ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش في لايك، ويا ريت تشتركي في القناة لو القناة عجباكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.